أنا بالنسبة لي عملية الانتقال من الفيلم القصير للفيلم الطويل هي مش عملية فقط إنتاجية، يعني أنا أبحث عن دعم مادي على أساس إن أنا أقدر أعمل فيلم طويل، ولا هي المقدرة أصلا. المقدرة ممكن تكون موجودة عند أي شخص ولا الرغبة، ولكن أنا أتوقع أن هي مسألة نضج فكري، نضج عمق فكري معين أنت تقدر توصل له، تحس في نفسك أن أنا جاهز الآن فعلا أني أنا أعمل فيلم طويل. لأن بالأخير إذا كان الشخص فقط يبغى يتمنى أنه يعمل فيلم طويل فقط لأني عمل فيلم طويل، ما أعتقد أن هذا الشيء رغبة بالنسبة لي. يعني كان معنا تقريبا بحدود 25 طالب من كليات التقنية، خذوا أدوار مهمة جدا. مساعد المخرج كان طالب، في مساعد المصور، في مساعد الإضاءة، في كل هذا مع المحترفين اللي كانوا يشتغلون معنا بالفيلم كان في طلاب. هذا حاولنا بهذه الخطوة أن نهيئ جيل اللي يكون عندهم المسؤولية، لأن المسؤولية مش بسيطة جدا، أبدا مش بسيطة بأنك تشتغل على 25 يوم في فيلم طويل. يعني الخوف من المسؤولية هو ممكن أكثر شيء، ولكن الحمد لله أعطينا طلعت نتائج اللي ترضينا على الأقل، والحمد لله الفيلم جاهز. هل اصلا في الاساس نسال نفسنا نكون حقيقي واقعيين، يعني ما نبالغ في الموضوع، هل هو موجود في صناعه سينمائيه اصلا في المنطقه؟ انا ما اعتقد ان في منطقه الخليج موجوده صناعه، الصناعه مش موجوده. في صناعه افلام، اوكي احنا نصنع افلام، ولكن صناعه سوق صناعي للسينما مش موجود. والدليل ان انا الفيلم يخلص انا كيف بقدر ارجع؟ اذا لما احنا نتكلم عن صناعه فعليه انا نتكلم ان فيلم بيروح يسوق بيرجع قيمته وبياخذ فوائد، هذا المفهوم الفعلي لله. لكن احنا ما عندنا هذا الشيء، احنا عندنا رغبه في صنع افلام، ولكن ليس صناعه سينمائيه كبيره. نامل ونتمنى ان يكون في عندنا الصناعه، لان هذا بيكون دافع لعدد كبير من الناس انه يشوفونا، وفي نفس الوقت ان احنا بيكون دافع لنا احنا نقدر نصنع افلام كسينمائيه. أنا أعتقد أن إذا كان في تضافر للجهود من مؤسسات حكومية بالتحديد على أساس أنه يكون بموضوع آتي من فوق من القيادة، إذا كان في رغبة عزيمة فعلية أن نصنع صناعة ولا نأسس لصناعة سينمائية بتكون صناعة خليجية، ليست صناعة إماراتية بحرينية كويتية، ما مستحيل. إحنا محتاجين لهذا التضافر الجهود الخليجي وبنفس الوقت العربي. بهذه الحالة ممكن الوحيدة اللي أتوقع أنه ممكن يكون فيه صناعة فعلية تجارية ممكن أو غير تجارية مو بشرط، ولكن هذه أعتقد أن الحل الوحيد اللي ممكن يستوي، وأتمنى أن هذا يستوي. ولكن خلني أكون إيجابي شوي، أن من قبل 15 سنة إلى الآن في أمور كثيرة تطورت، في دعم من مهرجانات، في دعم من شركات، في يعني المفهوم بدأ يكون مستساغ لعدد كبير من الناس.